أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. أدى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي رفقة المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية قفصة بالنيابة صباح اليوم الأربعاء في إطار زيارته لولاية قفصة زيارة للإدارة العامة لشركة فوسفات قفصة وفق بلاغ. والتقى المدير العام للشركة وتباحث معه الملفات والإشكاليات المطروحة على مستوى جهوي وسبل حل هذه الملفات في أقرب الأجال بما يضمن عودة الإنتاج وتحقيق التنمية في الجهة. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم وإلى اللقاء.